قواعد حماية طفلك خلال قيادة السيارة. اربطي حزام الأمان. حزام الأمان وقاية لطفلك من الإصابات الخطيرة في حوادث السير أو عند الفرملة بشكل مفاجئ. احرصي على جلوس طفلك في المقعد الخلفي. لا تضعي أبداً طفلك في المقعد الأمامي للسيارة، فهذا يشكل خطراً كبيراً عليه، لأن الوسادة الهوائية من الممكن أن تؤذيه وتعرض حياته للخطر. لا تترك الطفل وحده داخل السيارة حتى وإن كانت النافذة مفتوحة أو كنت تنوين تركه داخلها لمدة قصيرة فقط. وفري مقعد حماية لطفلك يتناسب مع حجم طفلك والسيارة، وتأكدي من تثبيته بشكل صحيح. احرصي على وجود شريط مضاد للارتداد لتقليل حركة الطفل عند حدوث تصادم أمامي.